الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومنجدنا ومرشدنا ومربينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين، أهل بيته، أزواجه، وعترته، وأنصاره، وأتباعه، ومحبيه، رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجاههم وبحق مده الرسول افتح لنا أبواب الخير والسلامة والعافية والراحة والمصلحة واللفة والمحبة والهداية والعلم فينا وفي أهلنا وفي جمعنا هذا. اللهم بارك لنا في جمعنا هذا، اللهم بارك لنا في أمرنا هذا، اللهم بارك لنا فيما نحن فيه وفيما نطلبه وفيما نقصده يا رب العالمين. يا الله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا من بيده مقاليد الخير كلها وإليك يرجو الأمر كله، يا فتاح يا عليم. اللهم بارك لنا يا الله، يا لطيف، يا غني، يا حميد، يا مبدئ، يا معيد، يا رحيم، يا ودود. أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا، اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.